حكايات اسكندرية ما بتنتهيش، وشوارع ومناطق وأحياء اسكندرية لسه مليانة بالقصص والروايات والأسرار. رحلتنا مع بعض النهاردة هتكون في العصفرة، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. الرحلة بدأناها من على شط بحر الهوى، كورنيش وطريق البحر في اسكندرية زي معظم رحلاتنا في عروس البحر المتوسط. احنا دلوقتي في ميامي المجاورة لمسار حلقتنا النهاردة، وعلى يمنا شارع من اشهر شوارع اسكندرية ومصر كلها، شارع خالد بن الوليد. هنزور النهاردة العصفرة، واللي بتعتبر من المناطق المليانة بالمصيفين اللي بيحبوا يصيفوا هنا في اسكندرية. كمان ميامي وسيدي بشر من المناطق المجاورة للعصفرة واللي المصيفين برضو بيحبوها جدا. على يمنا هنا شارع اسكندر ابراهيم، واحد من اهم شوارع ميامي اللي متسميه على اسم مدينه ميامي في ولايه فلوريدا الامريكيه. احنا حاليا موجودين في حي اول المنتزه، واعماق اسكندريه واعماق المنطقه اللي مليانه بنبض الحياه، المنطقه اللي ما بتنامش زحمه طول الليل وطول النهار، سواء كان في شواطئها او في شوارعها الرئيسيه او حتى في شوارعها الفرعيه. على شمالنا هنا معلم مهم من معالم اسكندرية، واللي معمول قريب جدا ونفق وكوبري 45، واللي خد شهرة كبيرة في وقت قصير جدا. كان لينا رحلة جواه ممكن تتفرج عليها من فيديوهات القناة. كوبري بقى مزار مهم لزوار اسكندرية، وبيحبوا ييجوا ويتصوروا عليه ويستمتعوا بشكل البحر من فوقيه. كمان اتعمل تحته شاطئ واسع ورائع، طبعا هو كان شاطئ قديم ولكن وسع بشكل كبير، وبقى الاقبال عليه كبير جدا من المصيفين، وهو شاطئ البوريفان اللي بتنزل ليه من نفق كده في المنطقة اللي موجودة على شمالنا. نفق 45 حل مشكلة كبيرة جدا جدا، لان الجزء اللي احنا فيه كان دايما بيكون زحمة وبيخنق الكورنيش كله في اوقات كتيرة من اليوم. خلاص بقى احنا داخلين على شارع 45، هنتمشى فيه شوية قبل ما ندخل في الشوارع الجانبية المميزة في مسار حلقتنا النهاردة جوه العصفرة مع بعض. شارع هنا اسمه الرسمي حاليا هو محمد أنور السادات، ونفق 45 هو اللي موجود على شمالنا هنا، واللي بيودينا مباشرة على طريق البحر وكورنيش اسكندرية. طبعا احنا نعتبر في الحد الفاصل ما بين ميامي وما بين العصفرة. في ناس بيحبوا يقولوا على شارع 45 ان هو تابع ميامي، وفي ناس بيقولوا على انه تابع العصفرة، ولكن والأقرب ان هو تابع للعصفرة مسار حلقتنا النهاردة. لو كنت لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك، لانه بيفرق جدا في انتشار الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين بقى، الكوبري اللي موجود قدامكم دلوقتي ده هو الكوبري اللي بيعديك تقاطع شارع جمال عبد الناصر، وهو الشارع اللي موجود على يمنا وشمالنا دلوقتي. لو دخلنا شمال من هنا هنروح مباشرة على المنتزه، ولو دخلنا يمين من هنا هيكون امتداد شارع جمال عبد الناصر، هو شارع ابو قير الشهير، لغاية ما توصل لوسط البلد وللأزاريطة في اسكندرية. نحن هنعدي تقاطع شارع جمال عبد الناصر، واللي هو شارع محمد أنور السادات اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، بيتقاطع مع شارع جمال عبد الناصر، وهو هما من الرؤساء السابقين في مصر. طبعا الشارع هنا بقى من الشوارع المميزة بعد التطوير اللي حصل بعد إنشاء النفق. وزي ما حضراتكم شايفين احنا هننزل دلوقتي بقى نفق تاني موجود جوه شارع 45، وهو النفق اللي بيعديك شريط القطر، وهو الشارع اللي فوقينا دلوقتي هو شارع ملك حفني. ومن الجزء ده احنا بننتقل من العصفرة بحري للعصفرة قبلي. يعني هي العصفرة متقسمة جزئين، جزء اسمه العصفرة بحري وهو الجزء اللي كنا فيه، وبعد النفق مباشرة وبعد ما نعدي شريط القطر بنكون مباشرة في العصفرة قبلي، وزيها زي منطقة المنظرة المجاورة ليها اللي فيها المنظرة بحري والمنظرة قبلي. نفس القصة في سيدي بشر، في سيدي بشر بحري وفي سيدي بشر قبلي، وعموما المنطقتين بيفصلهم شريط القطر أو شارع ملك حفني.
اسم الشارع القديم اللي هو شارع 45، الاسم ده جاي من اتساع الشارع، يعني عرض الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي 45 متر. وزي ما احنا شايفين نمط العمارات هنا مشابه جدا للعمارات اللي موجودة في منطقة سيدي بشر ومحمد نجيب وميامي اللي قبله بشوية صغيرين. برضو العمارات عالية ومليانة عدد ضخم جدا من الشقق، ومعظم الشقق هنا شقق سكنية على إدارية، ومعظمها شقق مصيفية كمان الناس بيأجروها في فترة الصيف. شارع هنا زي ما حضراتكم شايفين مليان محلات على اليمين وعلى الشمال، يعني شارع تجاري بشكل كبير، والخدمات اللي موجودة جوه شارع 45 خدمات مهولة. هتلاقي فيه كل اللي ممكن تحتاجه لو كنت بتصيف هنا في اسكندرية وفي الجزء اللي احنا موجودين فيه في منطقة العصافرة او منطقة ميامي او منطقة سيدي بشر. كمان شارع 45 من اطول واوسع الشوارع في شرق اسكندرية، وهو منفذ شرق اسكندرية للطريق الزراعي والطريق الصحراوي والطريق الساحلي الدولي. والشارع بيسموه طريق المصيف لان معظم المصيفين وخاصة اللي جايين من المحافظات المختلفة بيخشوا اسكندرية من هنا، وخاصة بقى ان في عدد كبير من المصيفين بيحبوا يصيفوا في منطقة ميامي وخالد بن الوليد وسيدي بشر والعصافرة، مسار حلقتنا النهاردة. احنا موجودين دلوقتي في العصافرة ابلي، ولو كنا كملنا طريقنا على طول كنا هندخل بقى على ريف اسكندرية، واللي هحاول اصور جزء منه في يوم من الايام باذن الله. طبعا احنا لفينا وراجعين مرة تانية كده في اتجاه البحر، وحنطلع على كورنيش اسكندرية، وبعدين هندخل عدد من الشوارع الجانبية عشان نتفرج كده على اعماق العصافرة مع بعض زي ما هنشوف بعد شوية صغيرين. ولو كنت مكمل معايا الفيديو لغاية دلوقتي اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. طبعا الاستثمار في شقة من شقق العصافرة عموما وشارع 45 بشكل خاص هيكون مثالي جدا، لان عدد كبير من الناس بيجوا هنا وبيدوروا على شقة عشان يصيفوا فيها. فعلا جزء كبير من الشقق في العمارات اللي زي ما حضراتكم شايفينها يمنا وشمالنا بيتأجر في الصيف للمصيفين. احنا عدينا تقاطع شارع جمال عبد الناصر مرة تانية ومتجهين مرة كده في اتجاه طريق الكورنيش وفي اتجاه نفق 45 عشان نمشي من جنبه كده ونطلع على طريق الكورنيش وندخل نتفرج على جزء مهم في اعماق العصافرة. يعني الجزء اللي على يمنا نقدر نقول عليه العصافرة، والجزء اللي على شمالنا هو ميامي، واخر شارع كان موجود في ميامي وتقريبا هو شارع الارمن بعد شارع اسكندر ابراهيم. واحنا زي ما حضراتكم شايفين راجعين كده على طريق البحر. الشارع هنا دايما في الصيف بيكون زحمة وعدد الناس اللي موجودين فيه بيكون كبير. ادي بقى نزلة النفق اللي حضراتكم شايفينها قدامي دي، ومنه بتنزل كده وتلف عشان ترجع في طريق الكورنيش في الاتجاه بقى اللي رايح على وسط اسكندرية، تروح على غرب اسكندرية، بعد كده بتروح بقى على سبورتنج والابراهيمية والشطبي والازاريطة وبحري والمنشية وهكذا. احنا مشينا من جنب النفق زي ما حضراتكم شايفين عشان نروح في الاتجاه اللي رايح على المنتزه والمعمورة. طبعا رايحين هنعدي هندخل بقى نتفرج على بعض الشوارع الجانبية جوه العصافرة، واللي جنبيها بيكون فيه المنظرة، ومن بعد المنظرة بيكون المعمورة، ومن بعديها ابو قير. رجعنا تاني لطريق البحر في اسكندرية ولسه بنستكمل رحلتنا جوه العصافرة. لو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وزي ما قلنا احنا دلوقتي في حي تاني المنتزه، والمنطقة هنا زمان كانت مركز للتخييم والتصيف، وكانت منتشرة فيها أكشاك التصيف المميزة، لكن مع توالي السنين زحف العمران بشكل مخيف على مناطق كتير في اسكندرية، ومنها المنطقة اللي احنا بنزورها مع بعض، واتبنت عمارات عالية جدا زي ما حضراتكم شفتوا في شارع 45 وزي ما انتم شايفين في شارع الكورنيش. يمكن هنا قدامنا فندق ريجنسي وهو أحد معالم العصافرة اللي بنزورها مع بعض، وحندخل من شارع الملازم بسيوني وهو الشارع اللي جنب الفندق مباشرة، وحندخل بقى ونشوف
هنشوف يعني يمكن نمط الشوارع ضيقه برضو زي الشوارع اللي شفناها في اسكندريه القديمه في كامب شيزار وفي الابراهيميه، يعني شوارع ضيقه جدا ويعني تكاد تكفي لركنه عربيه يمين وركنه عربيه شمال وعربيه فقط ممكن تمشي من او في وسطهم. الشوارع اللي كانت موجوده في الابراهيميه وكامب شيزار يمكن كانت اضيق، كانت عربيه واحده اللي ركنه وكنا بنمشي بعربيه جنبها فقط. احنا ما زلنا جوه الشوارع الجانبيه في العصفره واللي يمكن في عدد كبير من الناس زاروا الشوارع دي وسكنوا في عماره من العمارات دي وهم بيصيفوا هنا في اسكندريه. هنطلع كده من العصفرة، يمكن وانت بتسأل على العصفرة هتلاقي في بعض الناس يقولك طب انت حابب العصفرة بحري ولا العصفرة قبلي؟ طبعا بحري اللي شفناها على الكورنيش وقبلي اللي رحناها بعد النفق اللي بيعدي السكة الحديد، وفي كمان العصفرة جمال عبد الناصر وفي العصفرة ملك حفني، واحنا بالفعل موجودين في العصفرة جمال عبد الناصر، واحنا موجودين في شارع جمال عبد الناصر الشارع الحيوي والمحوري جدا جوه اسكندرية، لكنه بيحتاج قدر من الاهتمام وقدر من النظافة لانه يعني محتاج فعلا قدر كبير من النظافة، هو شارع جمال عبد الناصر. ولسه موجودين جوه العصفرة وبنتمشى في جزء مهم منها وهو الجزء الخاص بشارع جمال عبد الناصر. دخلنا مرة تانية من شارع أحمد تيسير، هو واحد من الشوارع الفرعية اللي موجودة جوه العصفرة، وزي ما حضراتكم شايفين كل الشوارع الجانبية موجود فيها يعني خدمات كتيرة جدا، موجود فيها سوبر ماركتات، موجود فيها أفران عيش، موجود فيها محلات مكوجية، موجود فيها بعض السمكرية وبعض الميكانيكية كده، لو حصل لا قدر الله وانت في زيارتك لإسكندرية أي مشكلة هتلاقي الحل موجود في الشوارع الجانبية سواء كان في العصفرة أو المنظرة أو سيدي بشر. بحاول إن أنا أتجول معاكم في عدد من الشوارع الجانبية مع بعض وبنكمل رحلتنا جوه المنطقة للإقبال فعلا عليها كبير، عشان زي ما حضراتكم شايفين قربها من البحر، وجود شواطئ كتير فيها وقربها من المنتزه وقربها من المعمورة، وسهولة المواصلات بقى منها وإليها، وجودها كمان زي ما قلنا واحنا في موجودين في شارع 45 في بداية طريق الدخول لإسكندرية من شارع 45، من وده بالذات بالنسبة للي بيجوا يصيفوا من محافظات مصر المختلفة جوه إسكندرية، من شارع لشارع ومن شارع فرعي لشارع رئيسي، وزي ما حضراتكم شايفين أول ما بندخل شارع كده وبنشوف الفراغ اللي موجود قدامكم فبتعرفوا إن الاتجاه ده هو اللي رايح على البحر، لكن أنا هحاول أكمل رحلتي جوه الشوارع الداخلية في العصفرة. لو كنت موجود لسه معايا في الفيديو أتمنى أنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. العصفرة اسمها جاي من نبات حوض العصافيري او السنبل الهندي واللي اتحرف بعد كده عشان يكون الاسم وهو اسم العصفرة. الشيخ عبد الحليم محمود واللي ليه شارع ومسجد باسمه هنا في العصفرة كان ليه دور مهم في انشاء العصفرة في النص الثاني من القرن العشرين. من مزايا السكن في العصفرة يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده وجود كل الخدمات فيها، وجود شقق مساحتها مختلفة وأسعار مختلفة برضو، وموجود فيها شواطئ ومدن ملاهي ومطاعم ومحلات تجارية وبنوك كتير، يعني منطقة حيوية جدا جدا. ومن أهم معالم العصفرة وجود مستشفيات عقبة بن نافع والأهرام والنيل ومدارس الشيماء وعزيز أباظة وعبد الحليم محمود وطارق بن زياد ومساجد الشهداء والتعاون والصفا والمروة ومسجد الشيخ عبد الحليم محمود. ومن أهم شوارع العصفرة شارع المعهد الديني وشارع 45، شارع أطلس، شارع سلمان الفارسي، والجزء المهم في شارع جمال عبد الناصر. موجود كمان في العصفرة مدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف اللي وضع حجر أساسها الشيخ أو الإمام عبد الحليم محمود واللي كان الإمام الأكبر في السبعينيات، وبيعيش فيها طلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، يعني اللي كان مع زيادة أعداد الطلاب الوافدين كان ضروري يتعمل ليهم أماكن في محافظات تانية. ومدينة
البعوث الإسلامية اللي موجودة في اسكندرية كانت جزء من الأماكن دي. طلعنا مرة تانية على الكورنيش في نهاية رحلتي اللي كانت موجودة جوه العصفرة، وشفنا فيها عدد من الشوارع الجانبية والشارع الرئيسي وشارع 45. أتمنى أن رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.